السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في قناة نور المعرفة على يوتيوب، قناة تهتم بنشر العلم والثقافة والأخلاق والقيم الإسلامية. في هذا الفيديو سنقدم لكم قصة ملهمة عن قصص الاستغفار في تحقيق المستحيل. هذه القصة تروي لنا ما حدث لرجل تعرض لأزمة مالية بمبلغ كبير لا يملكه، وكيف أن الله فرج عنه وأغناه بسبب استغفاره. نتمنى أن تنال القصة إعجابكم وأن تستفيدوا منها. إذا أعجبكم محتوانا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم. فلنبدأ بسم الله. كان هناك رجل يعيش مع زوجته وأطفاله في بيت صغير. كان الرجل يعمل في شركة كبيرة، وكان يحصل على راتب جيد. كان الرجل يحب عائلته كثيراً، وكان يسعى لتوفير كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. كان الرجل مؤمناً بالله، وكان يصلي ويصوم ويزكي ويحج. كان الرجل يعرف قيمة الاستغفار، وكان يستغفر الله في كل وقت وحال. في يوم من الأيام تلقى الرجل خبراً صادماً. أخبره مديره في الشركة أنه تم فصله من عمله بسبب تخفيضات في الموظفين. كان الرجل مصدوماً وحزيناً، فكيف سيعيل عائلته بدون عمل؟ كيف سيسدد الإيجار والفواتير والمصاريف؟ كيف سيواجه الحياة بدون دخل؟ لم يكن هذا هو الخبر الوحيد السيء الذي سمعه الرجل. بعد أيام قليلة تلقى الرجل ورقة من البنك. كانت الورقة تخبره بأنه مدين للبنك بمبلغ كبير من المال، وأنه يجب عليه سداده في غضون أسبوع. كان الرجل قد أخذ قرضاً من البنك منذ فترة طويلة، وكان يسدد الأقساط بانتظام، لكن بعد أن فقد عمله لم يستطع الرجل الاستمرار في السداد. كان الرجل مرتبكاً وخائفاً، فكيف سيجمع هذا المبلغ الضخم في وقت قصير؟ كيف سيتجنب العقوبات والفوائد والمضايقات؟ كيف سيحمي نفسه وعائلته من الفقر والمهانة؟ كان الرجل في حيرة من أمره. لم يكن لديه أي مصدر للدخل، ولم يكن لديه أي مدخرات أو أموال. لم يكن لديه أي أقارب أو أصدقاء يستطيع أن يطلب منهم المساعدة. لم يكن لديه أي خيار أو حل. كان الرجل يشعر باليأس والضيق والضغط. لم يكن يعرف ماذا يفعل أو إلى من يلجأ. في هذه اللحظة الصعبة تذكر الرجل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تذكر الرجل أن الله هو الغني، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. تذكر الرجل أن الله هو الرحمن الرحيم، وأنه يفرج الكرب عن من يشاء برحمته. تذكر الرجل أن الله هو الغفور الودود، وأنه يغفر الذنوب لمن يستغفره بإخلاص. فقرر الرجل أن يلجأ إلى الله وأن يستغفره من كل ذنب وخطيئة. قرر الرجل أن يستغفر الله 100 مرة في اليوم، وأن يقرأ دعاء الاستغفار الذي ورد في الحديث النبوي: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قرر الرجل أن يستغفر الله في كل صلاة وسجود وركوع وقيام وقعود. قرر الرجل أن يستغفر الله في كل صباح ومساء وظهر وعصر ومغرب وعشاء. قرر الرجل أن يستغفر الله في كل لحظة وحالة وموقف. وبالفعل ظل الرجل يستغفر الله ليله ونهاره، ويطلب منه العفو والعافية والرزق والفرج. وكان الرجل يتوكل على الله في كل أمر وشأن ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وكان الرجل يحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ويقول: الحمد لله على كل حال. وكان الرجل يصبر على البلاء والابتلاء ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي إحدى الأيام حدثت المفاجأة العظيمة. تلقى الرجل مكالمة من مكان قديم كان يعمل فيه منذ 2 عامين. أخبره الموظف أنه اكتشفوا غلطة في حسابه النهائي، وأن هناك مبلغاً من المال يجب على الشركة دفعه له. سأل الرجل عن قيمة المبلغ، واندهش عندما سمع أنه 3 أضعاف المبلغ المدان به. شكر الرجل الموظف وحمد الله على فضله. سارع الرجل إلى الذهاب إلى الشركة واستلم المال الذي كان حقه، ثم ذهب إلى البنك وسدد دينه بالكامل، وتبقى له مبلغ كبير. شعر الرجل بالسعادة والراحة والامتنان. قرر الرجل أن يتصدق بجزء من المال على الفقراء والمحتاجين، وأن يشتري بعض الهدايا لزوجته وأطفاله.
عاد الرجل إلى منزله وفاجأ عائلته بالهدايا التي اشتراها لهم، فرحوا جميعاً وشكروه. أخبرهم الرجل بما حدث معه وكيف أن الله فرج عنه وأغناه بسبب استغفاره. استمعوا إليه بتعجب وإعجاب وحمدوا الله على رحمته. ذهب الرجل إلى المسجد وصلى الظهر. التقى بصديق قديم كان يعمل معه في الشركة السابقة. سلم عليه وسأله عن أحواله. أخبره الرجل بما حدث معه وكيف أن الله أنعم عليه بالغنى بعد الفقر وبالفرج بعد الشدة وبالسرور بعد الحزن، كل ذلك بسبب استغفاره. انبهر الصديق وسأله عن طريقة الاستغفار التي اتبعها. أخبره الرجل بأنه كان يستغفر الله 100 مرة في اليوم ويقرأ دعاء الاستغفار الذي ورد في الحديث النبوي. قال الصديق إنه سيجرب هذه الطريقة وشكر الرجل على نصيحته. ودعاه الرجل وخرج من المسجد وهو يشعر بالسلام والرضا والقناعة. وهذه هي نهاية قصتنا اليوم. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم وأن تكون قد أثرت فيكم. ولا تنسوا أن تستغفروا الله كثيراً، فالاستغفار هو مفتاح الفرج والرزق والسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.